مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. مع نرحب بالداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا. الله سبحانه وتعالى يقتصر المظلوم وان كان كافرا. شوف احنا قلنا من قبل ما قلت ابن تيميه ان الله ينصر الدوله العادله حتى وان كانت كافره، ويهزم الدوله الظالمه حتى وان كانت مسلمه. هذا على حدود الدوله. هذا عند مقياس الله سبحانه وتعالى بالنصرة أو الخذلان بالمناطق العدل. تمام. لماذا؟ لأن الله ينصر المسلمين إذا كانوا أتقياء، فإن غابت التقوى يكون النصر للأقوياء. خلاص حفظنا دي؟ ولكوننا مسلمين هل لا 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 كوننا مسلمين ولا تسوي شيء. لا ولا تسوي شيء. النصر للأتقياء فقط، فإن ضاعت التقوى فالنصر للأقوياء. يا ابني شوف، يعني تقدر تقول شعائر الإسلام. أيوة. تستطيع أن تقيمها داخل مسجد 10 أمتار في 10 أمتار. لا. لكن شرائع الإسلام تشمل العالم كله، جار وزوج وأب وصديق ودولة ومجتمع ورئيس ومرؤوس وحكم ومحكوم ومدير وموظف. إذن القصة قصة سلوك فضيلة الشيخ كده، وليست يعني هي شرائع وليست شعائر. لا لا لا، هي أصل الشعائر التعبدية دي قليلة. دي احنا قلنا قبل كده ايه هي؟ 3%. سبحان الله. دي الشعائر. نحن نفهم الإسلام على انه صلاة وصوم وزكاة وفقط. قلنا دي جزء من 62 جزء، مش احنا قسمناها لنا 110 آية نسبناها ل 3236، طلع جزء الى 62 جزء. فانت لما صليت وصمت وحجيت وزكيت وكده عملت ايه؟ 3% من الدين. فاضل 97، هم فين؟ ايوه. وال 97 ده اللي يهمني انا فيهم. ليه؟ لان انت لما تبش في وجهي بصدقه، والكلمه الطيبه صدقه، وان تنصرني ان كنت مظلوم او ظالم صدقه، ان تردني عن ظلمي صدقه، ان تنصحني في الله صدقه، ان تستر عيبي صدقه، ان تدافع عني صدقه. الله سبحان الله. ولذلك الحكيم العربي قال ايه؟ قال حملت الاثقال فما وجدت اثقل من الهم، ورأيت الصعاب والعقبات فلم أرى أسوأ من حمل هم الدين. ثم قال وقلت ما أثقل شيء وهو أثقل من السماوات والأرض وما فيهن خيل تهمة البريء. يا لطيف، تهمة البريء. اللي هم قال فيهم صلى الله عليه وسلم إيه؟ المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب، هؤلاء لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. على رزق كثير. على طيب. المفرقون بين الاحبه، يعني واحد يفضل يغوي زوجه لغايه ما تسيب زوجها، ولا واحده تفضل الموظفه في البتاع كده تتبايل وتتحايل على الموظف زميلها عشان يسيب زوجته. الله. هو الاسلام يا ابني، هو الاسلام حجاب ولحيه وصلاه وخلصنا؟ المفرقون للاحبه، المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العيب. يعني ادور على اي واحد اشينه يعني ايه، ابحث فيه عن اي عيب وكبره وانسى اخطاء جزاؤهم. والعياذ بالله، لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. طبعا الله، ده ثلاثه انواع. لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب. طبعا. لماذا؟ لان انت بتقسم امن المجتمع. اذا هدف مقاصد الشراع الاسلامي. الله يرضى عليك. تمام. مقاصد هذا موضوع كبير بقى، يعني انت دخلت في قصه اخرى. واحده من ضمن هذه الاحكام.